خلال كلمة الصدر بدأ واضحا أنه ممتعض جدا من الإطار التنسيقي ومسايرة القضاء له كما وضح. ماذا قرأت في خطاب الصدر اليوم؟ هل وصل إلى باب مسدود؟ سيدي العزيز، في البدء يعني أحييك وأحيي زميلتك في الاستوديو وجميع متابعي ومشاهدي قناة الفلوجة. السيد الصدر هو رجل إصلاحي، قدم مشروعا تغييريا ربما هو الأول من نوعه في العراق من خلال عملية التحول من حكومات التوافقية والمحاصصاتية إلى حكومات الأغلبية الوطنية. الهدف من هذا التحول هو محاولة تفكيك أزمة الثقة، محاولة إعادة العلاقة مع المواطنين، الاقتراب من مطالبات القواعد الشعبية. تعرف يعني التجارب السابقة، تجارب الحكومات التوافقية لم تثبت نجاحها أو قدرتها اليوم على استيعاب الجمهور، وبالتالي كانت من نتائج أزمة الثقة وخروج تظاهرات تشرين. اليوم هنالك ضغط كبير من انتهاء الانتخابات وإلى حد يومنا هذا في محاولة للضغط على السيد الصدر، على التحالف الثلاثي، وكان هذا الضغط مرة بالترهيب ومرة بالترغيب. هنالك أيضا على ما يبدو ضغوطات خارجية للذهاب إلى حكومة توافقية. السيد الصدر لحد هذه اللحظة متمسك بعدم الذهاب إلى خيار التوافقية وأنجاح مشروع الأغلبية الوطنية، لأنه قدم المشروع بخيارين: خيار أن يشكل هو الحكومة، وبالتالي خيار أن يذهب إلى المعارضة الوطنية، وعدم وجود التيار الصدري ضمن الحكومة القادمة يعني أنه لن يكون. ما الذي تخشاه قوى الإطار التنسيقي توافقية وإنما سوف ينجح مشروع الأغلبية الوطنية؟ لكن اليوم يعني أعتقد أن الوضع بدأ يتجاوز هذه المرحلة، يعني بينما يستمتع الثلث المعطل بتأخير تشكيل الحكومة وما يترتب عليه من إشكاليات، من تصويت على الموازنة، من إيقاف عجلة يعني العمل في البلد، من يعني الإضرار بالوضع الاقتصادي العراقي، خصوصا اليوم هنالك أزمة اقتصادية عالمية وأزمة اقتصادية محلية كبيرة. الحكومة العراقية تشكو من عدم وجود خزين كافي لتقديم البطاقة التموينية، الأسعار في ارتفاع خطير، وبالتالي إيقاف هذا القانون أعتقد الهدف منه هو الضغط على المواطن بشكل كبير. وبالتالي طيب، أنا أعتقد قبل هذا القانون، أهم مخرجات هذا القرار هو أنه سوف يحفز الشارع للعودة من جديد إلى الخروج، وبالتالي الضغط على هذه الكتل السياسية كما حدث في تشرين، حينما استطاعت تظاهرات تشرين أن تضغط على الكتل السياسية بتغيير قانون انتخابي، تغيير المفوضية، وبالتالي ذهاب الانتخابات مبكرة. أعتقد اليوم مع الأشهر القادمة، وهي أشهر قد تكون هي الأخطر في العراق بسبب حرارة الجو، وبالتالي أيضا مشروع الأمن الغذائي يعني في معالجات سيد مناف، إن كنت تسمع الكهرباء، أيضا بعض الإشكاليات الأخرى، إشكالية البطاقة التموينية. يبدو أن سيد مناف لا يسمعني. إيقاف هذا المشروع معناه يعني معناه حرب على المواطن، والمواطن أصحاب الدخل الضعيف، أصحاب المواطنين الواقفين على مستوى الفقر، يعني هؤلاء المواطنين الذين يعيشون بقوتهم اليومي. منع هذا القانون هو معناه حرب على المواطن، وبالتالي محاولة إيجاد إشكالية كبيرة أو جعل كأنما نتيجة التنافس السياسي أن يدفع ضريبته المواطن. طيب سيد مناف، إن كنت تسمعني. كان الصوت ضعيف قليلا. طيب إذا كان الصوت ضعيف ولكن تسمعني، أود أن أطرح عليك السؤال التالي: لماذا الإطار التنسيقي يخشى من الذهاب إلى حكومة الصدر، تشكيل حكومة أغلبية وطنية؟ هل يخاف من كشف الملفات التي تحدث عنها الصدر، ملفات الفساد، والتي ربما تطال شخصيات كبيرة وقد أرسلت وفود إلى الصدر من أجل عدم فتح هذا الملف؟ وأنا أتفق كثيرا معك في هذا الموضوع. ربما لا هنالك، يعني أعتقد أن هنالك ربما مجموعة من الأشياء التي تخيف الإطار. أعتقد أن
البرنامج التحالفي الذي قدمه السيد الصدر بعد إعلان نتائج الأولية للانتخابات، والذي شمل 14 نقطة كانت تتضمن آليات بناء الدولة العراقية الجديدة، وهي تتحدث عن إعادة هيبة الدولة، فرض القانون، يعني جمع السلاح بيد الدولة، تقديم الفاسدين إلى القضاء، رسم العلاقات الخارجية مع دول الجوار. وبالتالي يعني بالتأكيد اليوم الذي يتحدث عن أن مشروع الأمن الغذائي فيه مفسدة أو فساد لا يتحدث عن الموازنات الانفجارية التي اختفت بطريقة عجيبة، لا يتحدث عن ذهاب موازنة 2014 بدون محاسبة وبدون محاكمة، لا يتحدث عن فقدان أو لا يتحدث عن المشاريع الوهمية التي وصلت إلى أرقام مخيفة، وهذه كلها أموال المواطن العراقي. وبالتالي اليوم يخشى أن يكون عملية الدعم الغذائي أو قانون الأمن الغذائي، والذي يوفر يعني ما نقول عنه، يوفر المستوى المقبول لدى المواطن حتى لا تكون هنالك ضغوطات بسبب ارتفاع الأسعار وإلى آخره. طيب، من القضايا الأخرى. بالتالي هل توجه؟ أعتقد أن الإطار يخشى أن حكومة الصدر ربما قد تفتح هذه الملفات الكبيرة. طيب، والخطيرة، والتي يعني بالنتيجة هي ملفات واضحة سيد مناف، هذه الملفات لدى القضاء، لكن هنالك من يقوم بالضغط بإيقافها وبعدم يعني بعدم إكمال الإجراءات القانونية. يعني الضغط باتجاه هذه الملفات يعني من أجل أن لا تفتح سيد مناف، يعني من أجل أن لا تفتح هذه الملفات، ومن أجل أن لا يتفقوا مع الصدر في حكومة أغلبية وطنية، يعني وصل الحل إلى أن يترك الصدر الحكومة ويتوجه إلى المعارضة. هل بتوجهه إلى المعارضة ربما ستتعقد الأمور بشكل أكبر، وربما ينسحب إلى يعني صدام مسلح بين تلك الأطراف؟ يعني نتمنى أن لا نصل إلى مرحلة الصدام المسلح، لكن يعني بالنتيجة اليوم الطرف الآخر، الثلث المعطل، الكتل السياسية تحارب الصدر بالمواطنين. يعني هذه طريقة مورست على الصدر للضغط عليه، ليس الآن، يعني قبل الانتخابات أيضا مورست، وقبلها وحتى في الانتخابات السابقة السيد الصدر نفسه في أحد البرامج قال أنا دخلت أو أنا اضطررت للدخول بالتحالف مع الفتح أو مع البناء، لأنهم هددوني إذا لم أدخل فإنهم سيحرقون البلد. وبالتالي يعني هذه من الأساليب الخطيرة التي تستخدمها بعض القوى للضغط على السيد الصدر، يعني من خلال الضغط على المواطنين. وبالتالي السيد الصدر يريد أن يجد مخرجا لهذه الإشكالية. بالتالي هو يقول إذا تستطيعون أن تشكلوا حكومة فاذهبوا، أنا مستعد أن نذهب إلى المعارضة. أنا لا أخشى من الذهاب إلى المعارضة بقدر ما يخشاه الطرف الآخر ويرفضه الطرف الآخر، لكن بالنتيجة لابد أن تكون هنالك بداية حقيقية اليوم للبدء بكشف ملفات الفساد، البدء بمحاسبة المقصرين، البدء بمحاسبة سراق المال العراقي والذين يعني ما زالوا موجودين وما زالوا يتمتعون بشكل أو بآخر. وهذه مشاكل خطيرة وحقيقية لابد من معالجتها. نعم. وأيضا لابد من تقديم مشروع قادر على يعني على الأقل تفكيك أزمة الثقة ما بين المواطنين. وهذه أيضا يفترض على الكتل السياسية أن تعيها جيدا. السيد الصدر يعمل بهذا الشكل ويعمل بهذا الاتجاه. نعم، ويشعر بالإحباط ربما من قلة الناصر، خصوصا موقف المستقلين والذي بدأ واضحا أنهم غير مستقلين، وإنما هم يخضعون لأجندات ويخضعون يعني يخضعون لكتل سياسية. وبالتالي يعني تعرف اليوم الثلث الضامن استطاع أن يفشل انعقاد الجلسة أو الوصول إلى الأرقام الدستورية مع وجود بعض الإشكاليات التي يعني فرضتها تفسير المحكمة الاتحادية، والتي أوصلت الوضع إلى هذا يعني إلى هذه الدرجة. وبالتالي يعني اليوم السيد الصدر ما زال ناصحا وما زال ينصح أن من يتمادى أو أن من يستمر في محاربة أرزاق الناس يعني لن
لن تمضي الامور بشكل نعم وضحت الصوره سيد منف، وانما هو قال اخشوا من غضبه الحليم وغضبه المظلوم، وبالتالي اعتقد ان هذه رسائل واضحه، والسيد الصدر سابقا ايضا قالها للحكومات السابقه، وحينما لم تستجب لنصيحه السيد الصدر كانت تشرين وما حدث نعم. ما بعد تشرين. شكرا جزيلا لك سيد منف. وبالتالي يعني نتمنى اليوم أن لا نصل إلى نفس الإشكالية، وأن لا ندخل في نفس الفوضى، وأن لا يكون الخيار هو عملية اللجوء إلى الشارع من جديد. شكرا لك سيد مناف الموسوي، وأعتذر لأن حضرتك لا تسمعنا، الباحث في الشأن العراقي مناف الموسوي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.